فالحمد لله الزياره اللي زار يعني رئيس فريق سيف جاي بن شيخ يعني في فندق الاقامه ديال اللاعبين فحفزهم ودعمهم مزيان. والحمد لله حنا كنجيو التمارين غادي بشويه بشويه وان شاء الله اهم شيء وهو يعني نقطه ثمينه يعني مع فريق اللي هو منظم من حجم الجيش الملكي. ما كاينش غادي ترتابك، لانه ملي كنقول لك فريق الجيش الملكي راه خصك تشوف يعني لو بونتوش شنو فيه، راه ماشي راه اللاعبين اجانب كاين عندهم يعني ترسانه من المهاجمين عندهم، فكان اوتوماتيكمون خصك تحافظ على النتيجه ديالك، لانه كنعرف فريق الجيش الملكي يعني سيرتو يعني عندهم واحد لو بلون جو تيكون ديما يعني كيليبرو لي كولوار بالنسبه لي لاطيرو كيطلعوا تيكيروا الزياده العدديه وكيكونوا دي سونتر، يعني لونتيسيباسيون ديالنا حنا باش نريغلو هاد لو بروبليم يبقاو ديما دي جوور كيما تمكن الهدف الاول، فيعني تقمنا يعني ان سانكيام ديفونسور كوم سا باش نديرو ديما لاندونسيتي يعني في لا ديفونس ديالنا وتكون ديما عندنا لا سوبرتينيميك. فكنظن اللاعبين قدموا مباراه كبيره جدا، لان راه الخصم راه ماشي فريق سهل، راه فريق الجيش الملكي فريق اللي عنده ترسانه من اللاعبين، وكنقول لاعبين لمجربين لاعبين اللي بكل صراحه لاعبين المتمرسين وخاصه يعني لو بونتوش. ففريق الجيش الملكي فريق كبير بالقاعده الجماهيريه ديالو المسؤولين ديالو. هو شوف يعني ديما يعني ملي كتبريباري لو ماتش ديالك كتحط سيناريوهات محتمله، كنقولوا علاش ملي كنقول كتحط لو بلون ا ديالك لو بلون بي ميم تام لو بلون سي هو كتحطو، علاش؟ لان ملي كتلا فريق الجيش الملكي كتعرف بان يعني الحلقه اللي كت ممتاز بفريق الجيش الملكي يعني هو اخراج الكره يعني من 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 يعني من عند حارس المرمى. بكل صراحه بهذه المناسبه كنهنى يعني بن عبيد على التمنيات عليه يعني يكون ديما العناصر الوطنيه كتمنى له مسيره موفقه وبارمي لي جون اللي كيخدموا. فكما قلت لك بالنسبه لنا حنا يعني كنا عين نتمرزقوا يعني في البلوك ميديوم ديالنا وميم طون يعني نجيروا لا بروفوندور ديالنا. يعني بالنسبه لي تروز اتاكون كان ساخي وكان مع الخلوي وكان مودو وكان لاستي يعني كت سيتو فيما كتكون الكره كنحاولوا يعني كنصغروا المساحه ما كنصغروا المساحه ديال العرض، واش اللي كتاثر لنا خلينا كاع لي كولوار، علاش؟ لان كنعرفوا فرق الجيش الملكي ما خاصش تدخل الكره من الوسط، لانه البوان فور ديالهم عندهم جوار تكنيكمون تري تري فور ويعني اليز تكنيكمون يعني خاصه يجدون حتى موقع اونتر لي لين اونتر لي دو في لي زانترفال. فحنا اهم شيء وهو الحمد لله كنشكر اللاعبين لانه مباراه كبيره باش تلعب بهذا التركيز هذا. فالحمد لله كما كنقولوا بكري كنا كنديروا دي فوتو كنديروا دي فيديو على 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 على, على, على فرق ولا على منتخبات اوروبيه، فالحمد لله عندنا واحد لا دي ان ديالنا وعندنا حنا عندنا فوتبول ديالنا حنا هو ديال المغرب، وخير دليل وهو يعني الانجاز اللي دار المغرب في كاس العالم في قطر. فالحمد لله المغرب بدك يعني بدك التنظيم الدفاعي ديالو كيفاش محكم كيف ما كتكونش عندك الكره يعني قارئ يعني المدارس كرويه كبيره امثال يعني المدرسه الاسبانيه والبرتغاليه وكذلك البلجيكيه. فالحمد لله ولات عندنا حنا واحد كنفتخروا واش كنوريو دي فيديو للعابه، ملي كتقول للاعب كتقول له فوالا انت هو ليكزومبل بان انا انسيكو ناسيونال مغربي شنو دار في هذا. دونك حنا كتحفز اللعابه سي لو بلون مونتا كتبريبار كيما قلت بحال الماتشات كتلعبوا جزئيات بسيطه، يعني خصك اللعاب تحطو في لو كونتكست اللي غادي يلقى في الماتش. يعني اهم شيء هو خدمنا على كاع لي سيناريو والحمد لله، لان بكل صراحه يعني ما لان فريق الجمالكي فريق يعني منظم فريق عنده ترسانه من اللاعبين فريق اللي بكل صراحه فريق اللي عاد توهج ديالو. فاهم شي وهو كنشكر اللاعبين المقابله اللي قدموا. شوف دابا في الماتش كتعرف الماتش كيتلعب جزئيات بسيطه بارمي لي كليك انت لي كود بياريتي. فاحنا الحمد لله او ديبار يعني كنا بريبارين في يعني في يعني في, في يعني في لي كود بياريتي، فملي كيتم لي شونجمون فانا كان واحد شويه. مي اهم شيء وهو كيبقى ديما نقطه ثمينه جدا مع فريق الجمالكي، انه كما قلت ترسانه من اللاعبين وما ماركوش عليك مثلا يعني يعني في يعني بطريقه اللعب ديالهم كيما ممكن كيشلوا بها. اهم شيء كانت ضربه ثابته، ولكن اهم شيء وهو اللاعبين قدموا مباراه كبيره جدا، لانه هو ما تعرف لان هذه النقطه هذه بالنسبه لنا حنا نقطه ثمينه جدا اللي غادي تعطينا واحد نشتغلوا بريباري لي دو ماتش بروشان ان شاء الله بواحد اريحيه. اثنين نقاط كنا نستحقوهم صراحه على مجريات اللعب اللي شفناها اليوم، يعني ضد فريق يعني رفض اللعب يعني سيناريو لعب نتاعو نعرفوه حاولنا ناخذ احتياطاتنا اكثر ما يمكن يعني مخطط اللعب ديالو كنا عنا علم مسبق به، رغم ذلك وقعنا في الخطأ. رغم ذلك يعني حاولنا باش نرجع وخلقنا تقريبا العديد من الفرص سيطرة كاملة وصعب عملناه، رجعنا في توقيت إيجابي في النتيجة على أن لا نعيد نفس الخطأ في بداية المباراة. مع الأسف أعيد خطأ إنساني على غالب تصير أخطأ مش لاعب فقط، اثنين وثلاثة لاعبين
شاركوا في هذا الخطأ. شوف سيت ان اكسيدون ضد فريق طريقته يلعب بامكانياته، هذاك هو. معليش يفو با تو ريميتر اون كوز، يعني الاولاد عطاو ما عندهم لو ماكسيموم ديالهم، باينه يعني اللعبه واضحه. سي الفوتبول، سي خسرنا 2 نقاط، سي الفوتبول نكملوا هذاك هو. الله فيك.